فرجاني ساسي العقوبة المتوقعة من داخل اتحاد الكرة ضد فرجاني ساسي بعد اعتدائه على الحكم أمين عمر هو الإيقاف 8 مباريات، مفيش 8 شهور، هو 8 مباريات، وتمارس ضغوط عنيفة على المسؤولين في اتحاد الكرة لتخفيف العقوبة لماتشين. أنا بقول لك قال لك كفاية ماتشين، رغم أن رئيس الزمالك عاقبه بالإيقاف بالغرامة المالية 400,000 جنيه أو 25,000 يورو وما أعلنش الكلام ده. ففي غضب شديد جدا في لجنة الحكام من تعدي كابتن فرجاني ساسي على الحكم الدولي أمين عمر، فالعقوبة لن تقل، يعني مش هقول لن تقل، يعني هما بيتكلموا في 8 ماتشات، هو اللي بعد كده طبعا ماتشاته 100,000، 100,000 ملهاش لازمة، 8 مرات توقع عليه عقوبة ب200,000، يبقى المرة الجاية يضرب الحكم وياخد له تمام يدفع فلوسه وخلاص. لا، ففكرة الإيقاف 8 مباريات هي الغالبة في اتحاد كرة القدم بسبب سوء السلوك والتعدي على الحكم باللفظ وبمد الإيد، وده كله شفناه، الحكم كان في حالة غريبة جدا مما حدث. اللهم صل على سيدنا محمد. ده بالنسبة لجنش وبالنسبة للراجل الطيب فرجاني ساسي. بالنسبة لمباراة سموحة والزمالك اللي تقام بعد غد الاثنين، بكرة الأهلي يلعب مع المقاولين والزمالك يلعب الاثنين مع سموحة، الزمالك قال أحلف بسماها وبترابها مش هلعب، وأقسم رئيس نادي الزمالك بأغلظ الأيمان على رفضه اللعب مهما كانت الضغوط، وتطاول كثيرا على عمرو الجنين رئيس الاتحاد وعلى محمد فضل عضو اللجنة وعلى أحمد عبد الله وصحر عبد حق وجمال محمد علي وكل الناس، لكن بالتواصل مع أحد المسؤولين في اتحاد الكرة أكد على أن المباراة في موعدها، وأن الزمالك لو ما حضرش هذه المباراة سيعد منسحبا، مش هيعودوا يتحايلوا عليه ولا يبقى في تواصل معاه يروح بالفرقة ولا ما تروحش. قالوا راح ما راحش سموحة هيصعد وخلاص، وتوقع عليه العقوبات اللازمة المنصوص عليها في اللائحة. فده قرار اتحاد الكرة فيما يخص مباراة سموحة والزمالك اللي هي يوم الاثنين إن شاء الله. طيب ايه تاني؟ اظن دي معظم امورنا. ابص كده عندي على الصور جايز تفكرني بحاجة. عدد من الرياضيين نزلوا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهو عاوز اوريها لكم. بس ده كابتن معتز اينو وياسر ريان واحمد بكر والاستاذ احمد دياب عضو مجلس الشيوخ، وكابتن شريف عبد المنعم، وكابتن محمد فاروق، وكوكبة من النجوم نجوم النادي الاهلي، عند في الاحتفال بانتصارات اكتوبر ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي اهو. وفي صور تانية هيت برضو احمد دياب واخرين بقى، والمصريين الجمال اللي بيحتفلوا بانتصارات حرب اكتوبر المجيده. شايفين الناس؟ شايفين الناس؟ ما شاء الله تبارك الله. ما احنا قلنا جيشنا شعب وشعبنا جيش، وشعبنا وقت اللزوم بينزل يعبر عن رايه من اجل استقرار مصر وامنها وامانها. الخونه والمجرمين اللي خارج مصر اهو، الناس اهي في كل مكان، في كل مكان، في كل مكان. ده مين؟ كلها ناس محترمة. هم برضو لعبتوا الكوره.